خيل. أوكي. فتحت البوابات لختام أشواط الحفل 61، مساهمة نادي سباقات الخيل 180 ألف ريال. حمدي يبدأ بقوة، ابن دانس وذ ريفانس مع حمزة سعد يقود السباق في متابعة من أفرون ابن جرين روك مع خالد رويشد، وأيضا نشاهد محاولات من أرطبون ابن كريتيف كاس مع فهد الفريدي للانطلاقة. المهور منطلقة بسرعة عالية، هنا نشاهد أرطبون ضمن الأسماء المتصدرة، أيضا نشاهد من إلى الصدارة نجم الوصيل ابن تيك تيرنس أيضا ضمن الأسماء المتقدمة مع محاولات أيضا لاتين من الخارج، وكذلك بطولات ابنة علم. بطولات ابنة علم تقود السباق في هذه الأثناء، تحاول خطف السياج في متابعة من المبير الأعلى تصنيف في هذا الشوط ابن موفق رقم 9، نشاهده مع لويس موراليس يحاول الانطلاق في هذه الأثناء، فيما أشاهد الدفع القوي أيضا من قبل عبد الله الفيروز للاتين إلى ثالث المراكز من الخارج. الدخول للأمتار الأخيرة، المبير الأعلى تصنيف في هذا الشوط يقود السباق في هذه الأثناء مع الأمتار الأخيرة. بطولات ابنة علم تتراجع، هنا المبير إلى المركز الأول يخطف السياج، ينطلق بكل قوة في الظهور السابع. المبير في طريقه إلى الفوز الأول في سجله السباقي، ودخول قوي من مسبار الأمل. مسبار الأمل ابن أسكلير يغقف بقوة ويضيف الفوز الأول في سجله السباقي بدخول قوي ومباغت